رمضان كريم. رمضان كريم شبيبة. Welcome back to a new video guys. مرحبا بكم شبيبة، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح فطوركم إذا كنتوا فاضرين، وصح صحوركم إذا كنتوا تسحروا. رانا في العاصمة غواتيمالا، إن شاء الله رانا راح نحاول نروحوا نعيشوا رمضان مع المسلمين. هنا كاين مسجد صغير ان شاء الله نلقاو فيه الناس، انا رايحين تماك ان شاء الله نعيشوا معاهم نفطروا معاهم. قالوا لنا روحوا تفطروا وان شاء الله يفوت نهار شباب ان شاء الله. We decided to come here in Guatemala City because there is a community of Muslim people, so we thought that should be nice to spend the first iftar of Ramadan all together. كاين محل الحاج السائح للذهب للبيع الذهب وكذلك لشراء الذهب اللي متواجد في مدينة واد العليق بالبليدة. يعطيهم الصحة هما اللي راهم داعمين هذا المشروع، يعطيهم الصحة. من اللي دخلنا إلى مدينة غواتيمالا حتى خروجنا من غواتيمالا راح يكون هذه كامل الكونتنت اللي راكم تشوفوه راح يكون بدعم منهم. يقدر يتصل بهم، راح يخليكم كل أرقامهم، راح يخليكم التفاصيل تاعهم تحت في الديسكريبشن. هجموا عليهم، أي واحد خصاته حاجة قولوا له احنا كاسو اس فاميلي، لأنه هو واحد من كاسو اس فاميلي. We are so excited, so hungry. In front of the place where we live, there is a small evangelic church, and as you can see in front of me, they are preparing table with food. I don't know why. It looks like iftar. Brother and sister, do you have something for us? أشهد أن لا إله إلا الله. Finally something that remind me iftar. Thank you so much lovely. ما شاء الله. بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا الإفطار كملنا، كسرنا الصيام تاعنا الحمد لله. اليوم رانا في واحد من المصلات هنا، لأنه هنا عاصمة غواتيمالا فيها ثلاث مساجد أو أربعة، فيها المسجد الكبير اللي ما رحنا نشوفه يكون بزاف فيه الناس. جينا لهذا المسجد لأنه حبينا نعيشوا مع ناس قلال. كسرنا الصيام تاعنا، صلينا صلاة المغرب إن شاء الله، والآن جابوا بزاف الماكلة ما شاء الله. بلا كانوا دايرين باللي الناس بزاف تجي، رايح إن شاء الله نفطروا الآن وإن شاء الله نقصروا معاهم ونحكوا معاهم. وهكاك تدوا نظرة، الحمد لله زورنا مسلمين في مكسيكو، الآن جاء الدور هنا باش نزوروا مسلمين هنا في مدينة غواتيمالا سيتي. سي ابلانس بين اسبانيول. الطعام السوري لنكهة يعني خاصة طبعا تختلف عن الطعام المصري وعن اليمني وعن السوري. ما شاء الله. دائما الأضواء مسلطة على أفريقيا وعلى آسيا، لكن تناسوا إن في مسلمين كتير جدا هنا في أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية، لكن ما في حد بيتكلم عنهم، مهمشين بمعنى صح. لذلك احنا الحمد لله بدأنا الدعوة هنا يعني منذ 5 سنوات أو أكثر، الحمد لله في ناتج يعني كبير جدا، والمسلمين يعني في تزايد. Decided to leave our first iftar in this small mosque because we feel it's really familiar since the last Ramadan. I really miss to share with people Muslim the happiness of Ramadan. People are donating food for Ramadan. It's something amazing. هذا الشيبة السوري بتاعنا. ما شاء الله الله يري البركة. ما شاء الله، بعد عدي مدة ما كليتش أكل ري البركة تفرشتك. نأكل من الريستورانت الآن، رح نأكل من يد. شكرا جزيلا. انت اللي طبخت كل هذا؟ ما شاء الله، الله يبارك لك في مالك وفي عائلتك ان شاء الله. ما شاء الله هو اللي طبخ كل هذا الاكل. بالكم هذا رانا راهم يقسموا في الماكله. يستر راه لي قاعد يسمع نساء، انا راني نستنى مع الرجاله. روعه. كاين الشيف هو سوري عنده مطعم هنا طيب هذا الاكل. قال لك حتى هنا الناس تاع غواتيمالا يحبوا الاكل تاعو. احنا محظوظين اليوم باش ناكلوا ماكله سوريه هكاك حلال في مسجد روعه. السلام عليكم، انا اسماعيل، انا نور، somos musulmanes de Guatemala.
2019. Tres meses. Entonces, este es tu primero Ramadán. Oh, mashallah. دجاج بطاطا سلطة كل إنسان من الجهة الأخرى وإحنا رجالة هنا. السلام عليكم. Soy musulmana de Guatemala. Vida ha cambiado mucho desde que soy musulmana. Yo vine aquí sola, nadie me trajo. Contenta de poder compartir con ustedes y con las hermanas aquí todo el Ramadán. Salam aleikum. Mi nombre es Zulma Durán. Del primer día que vine a la mezquita mi vida cambió y así continuó mi vida a cambiar. Gracias a mi hermana que tengo aquí presente, que ella me trajo. Sí. Que ella me trajo acá a la mezquita. Gracias a Allah que estoy acá en la mezquita. ¿Cómo es aquí en Guatemala ser musulmano? Cuesta un poco porque todavía las personas lo ven a uno y lo tratan de loco, terrorista. La verdad que no es así. Entonces tú traíste a ella aquí en la mezquita. Sí. Oh. Yo, alhamdulillah, tengo 20 años de ser musulmana. Que esto es el camino, nosotros no tenemos que tener miedo. Eso es Allah nos pone y nos escoge a cada una persona en el mundo para ser musulmanes. Este es el mensaje, crean, no tengan miedo. ¿Cómo te llamas? Hakim. Hakim, de aquí, de Guatemala. Oh, mashallah. حكيم ثاني يفطر معنا اسماعيل هو هم من غواتيمالا ما شاء الله مسلمين كنت ثاني يفطر مسلمين بيتي بيتي ما شاء الله والله روعه عقبنا معهم افطار هايل muchas gracias para compartir este hermano por invitarnos gracias por estar aquí bienvenido والله شرف كبير انك تتلاقى مع ناس ما شاء الله عنده 20 عام وداخل الاسلام لحاجه روعه تشارك هذه اللحظات مع اخوتك المسلمين ما شاء الله معنا الشيخ معنا من مصر ما شاء الله والله حاجة روعة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر ما شاء الله الراجل ده كان فلسطيني أجداده فلسطينيين هاجروا كانوا نصارى كانوا مسيحيين فأعطاك الإسلام وأصبح الداعي الوحيد في دولته على الإسلام وكان هذا الرجل يسمى أرماندو بوكيري كان راجل له نفوذ سياسي الناس كلها بتحبه لذلك كانت كلمته مسموعة كان ليه برنامج مخصص عن الإسلام يدافع عن الإسلام عنه طبعا أنت تعرف السلطنة بلد صعبة جدا حتى دينيا والناس متعصبين فسبحان الملك يعني كثير من الناس هناك في السلطنة اعتنقوا الإسلام بسبب فيديوهات هذا الرجل وأوصى عندما مات يكون ثلث تركته للإسلام بناء مساجد مساعد المسلمين في كل مكان فهو المسجد هذا من أمواله رحمه الله ابنه أتى بعده وسمى إمير سنبوكي وأكمل المشوار راح الآن هو الخير إلى كوميونات إسلامية كأسفل أمريكا هذه المؤسسة لها مشايخ عرب كلهم مصريين هم المسؤولين عن الجانب الدين والحمد لله رب العالمين تم شراء البيت وتحويله لحد لا مصلى لكن في المستقبل القريب إن شاء الله سيكون منارة كبيرة جدا لينفع يستفيد منه المسلمين إن شاء الله رب العالمين وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقولوا حطة نغفر لكم خطأ سمع الله لمن حمده الله أكبر تجاهل النبي صلى الله عليه وسلم حياته والدنيا ليس نتركه الكلية لا لكن يتجه العبادة أكثر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم النهار ويقوم الليل إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كملنا الفطور كملنا الصلاة كملنا التراويح الحمد لله أجواء رائعة This is our first iftar of this Ramadan This was really great experience This time I had the opportunity to talk with women and listen to their story I really liked their story I really liked how they approach Islam I really liked that they love Islam and there are people that are converted actually since 20 years when Islam years I think it was nothing. والله ما شاء الله يعطيكم الصحة شكرا على متابعتكم الفيديو إن شاء الله حنخليكم كل تفاصيل المسجد هنا في الديسكريبشن شكرا مع السلامة شكرا شكرا إن شاء الله شكرا إن شاء الله إذا كان فينا إن شاء الله جزاكم الله خيرا والله شرفتونا جزاكم الله خير شكرا حج على الاستضافة وإن شاء الله
ان شاء الله حنخليكم كل تفاصيل المسجد في الديسكريبشن اللي حب اي انسان يعاون المسجد ان شاء الله. ان شاء الله يعطينا التفاصيل كل شيء نخلوه لكم ان شاء الله. تواصلوا معاهم اي انسان حب يعاون على الافطار الناس ولا على بناء المسجد ولا اي حاجه. رانا نخليكم تفاصيل ان شاء الله. شكرا جزيلا على الاستضافه الرائعه. ان شاء الله نرجع نفطر ان شاء الله غدا ان شاء الله. شكرا. السلام.